لنفترض جدلا واحد من أسرتك كان متعرض لهكذا حالة وانت تقول ليش مات؟ يعني الناس ما عندها إنسانية؟ أستاذ العزيز، مثل ما نقضنا شخص بالجانب الإنساني احنا دمرنا أسرة. أنا وراي أسرة، هاي الأسرة وراي الآن سجنت، منو إلهم؟ أحد إلهم. لازم شو أسوي؟ يعني بقدر الإمكان ما أستخدم بس الجانب العاطفي. كيفكم استخدمتوا الجانب العاطفي إنه حالة إنسانية وننقذها؟ ما أستخدم الجانب العقلي. إذا انسجنت وإذا أرادوا مني كذا مبلغ، وإحنا مجتمع عشائري وكنا ولد عشائري ونعرف الصارت ونعرف الظروف الصارت، أخذوا مني مكفصيل، أخذوا وإحنا كنا قوت يومي، ما حد يقدر. فش أسوي؟ أتصل بالإسعاف، يعني أتصل بالإسعاف أقرب نجدة، أشوف لشخص شاهد على كلامي إنه أنقله، بس ما أنقله أنا وحدي. هاي حالة استثنائية اللي تطرق لها حضرتك، يعني مرة اثنين ثلاثة، نفرض 20-100 واحد صار إنه تعرض إلى مشاكل من قدم مساعدة إلى شخص متعرض لأي حادث، مو لسيارة غرق أو أي شيء كان. بس هاي تبقى استثناءات، مثل ما قلت لك إنه نفرض إنه 100 حالة، بس آلاف من الحوادث اللي تصير بالشوارع بعموم العراق، يعني سيارة احترقت وأطفال بيها، لازم تتدخل. بالعكس اكو بعض الدول وربما بالعراق القانون يعاقبك اذا ما تدخلت للابلاغ عن جريمه ما. احنا دا على هاي نساعد، ماكو مشكله. اذا سياره تحترق عندنا مطفايه بالسياره داخل السياره عادي جدا طبيعي راح نسعفه، بس للمستشفى ما اقدر انقل المستشفى. انا من راح اسعفه واخذ المستشفى ماكو شيء قانوني يشرع انه انا المسعف راح يوقفون وياي. إذا الدولة راح تسندني وتقول لي أنت المسعف راح أطلعك، راح ما أسوي لك أي شيء، أي إجراء بحقك عادي جدا طبيعي، أنا وعشرات من يمنا راح يسعفون. إذا الشخص اللي أنتوا أسعفتوه بنص الطريق مات، راح ترجعوه نفس المكان لو تودوه تسعفوه تكملون إسعافاتكم الكاملة؟ أوديه للمستشفى أو الأقرب نقطة إنه ممكن تقدم له مساعدة. شنو اللي يثبت إنه أنت إجيت أسعفته؟ ليش عندك الصورة السوداوية عن الجهات الأمنية؟ الجهات الأمنية هذا إحنا دنيت صورة عالمية، هذا العالمية. تشبيهم بحالة كأنهم شياطين. شياطين. شياطين بدليل عالمية. مثل ما قلنا إنه صارت كتجربة ويا شخص 10-100 واحد. بس ما معقولة تعممها على 40 مليون إنسان. قانون العراقي أنا مجبر وملزم أن أقدم يد المساعدة في أي حالة شخص يحتاج مساعدة، بل العكس إذا ما قدمت المساعدة أتعرض للمسائل القانونية. فيما إذا أنتوا وصلتوا لا هاي المبررات اللي قلتوا إحنا منشيل لهذه الأسباب، صح. لأسباب 1-2-3، صح. هاي إذا أنتوا حسيتوا ما موجودة كأي بلد من بلدان العالم المتقدم يحمون إنسانهم المتعور المريض اللي متعرض لحادث بالشارع، ورح يقولوا لك شكرا لأنه أنت إنسان وخبت واجب لازم إحنا الدولة نقوم به، فشكرا لك. تتسويها لو لا؟ أنا أول واحد إذا صار القانون. تفضل يا منى حتى تدعم موقفنا.